إلى مستشفى الديوانية التعليمي، ولكن إلى موضوع مختلف فيما يتعلق بالملف الصحي. الكوادر الطبية بمحافظة القادسية مشغولة، هل هي مشغولة بالمرضى بعمليات جراحية؟ مشغولة بلعب لعبة بوبجي في المستشفى، والمراجعون لا يجدون من يهتم لأحوالهم وأمراضهم. تدعف الله يرضاها يا محمد، هاي المراجعين هم يجون يدورون على التحاليل مالتهم، والجماعه ما يلحقون، يلعبون بوبجي ذولاك ياهم، هذولاك يلعبون بوبجي. شوفوهم، هاي مستشفى الديوانيه مختبر تحليلات، الله وكيلكم. شوفوا هاي استلاماتهم فارغه، هاي ابشر خالد لقيتها انت مواطن؟ ايوه. والطبيب وين؟ ما يلعب بوبجي. ماشي ذولاك ياهم، ها شباب كلهم يلعبون بوبجي مطلقين، الله يوفقكم. للأسف هذا ما يحدث في العراق في ظل غياب الرقابة وفساد المسؤولين، كما يرى العديد من الشباب العراقي الذين دونوا مثل هذه الفيديوهات وعلقوا عليها بعدما نشروها على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.